اللهم قوي إيماننا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي اللي وقع مؤسف جدا، يهز قلوب المغاربة. حادثة مأساوية تهز مدينة مغربية اليوم، بعد ما قام راقي شرعي بوضع حد لحياته بعد ما شرب الماء القاطع، يا ربي السلامة. فقال: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. راقي يعني راه عارف بنوب الله، عارف القرآن وعارف شنو كاين، ولكن للأسف الإيمان ديالو ضعيف بزاف. يكون اللي كان ما تقومش بقتل الحياة ديالك، لأن الله اللي خلقها لك. في حادثة مأساوية أقدم راقي شرعي ينحدر من مدينة برشيد على الانتحار بشربه مادة كيميائية خطيرة جدا تسمى حمض نتريك الماء القطع صباح اليوم. فقالت مصادر أن الراقي البالغ من العمر نحو 60 سنة وجد ميتا داخل المنزل ديالو الواقع بحي الراحة، ولم تعرف بعد الدوافع اللي دفعته إلى القيام بهذا العمل الشنيع. تواجدت في المكان الحادث عناصر من الشرطة والسلطات المحلية والوقاية المدنية كذلك، وتم إجراء تحقيق في القضية بتعليمات من النيابة العامة المختصة اللي طلبت التشريح الطبي للجثة لتحديد أسباب الوفاة. ينتظر أن تكشف نتائج التحقيق وتشريحا للأسباب الحقيقية للانتحار ديال هذا الراقي هذا. فيا ربي ترحمه، وخا صراحة مخصوش حنت قتل النفس ديالو. الغايب حجته معاه، والله يعلم ما في القلوب. فحتى لهنا متابعنا الكرام كنكون وصلت لنهاية الفيديو، فكنشكركم على المتابعة والاستماع، وكنقول لكم السلام عليكم، خليتكم على خير، ونلقاكم فيديو جديد بإذن الله تكونوا كتشاهدوه نتوما بصحة جيدة. ففضلا وليس أمرا ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارتاج، واللي مازال ما اشتركش فيشترك معايا في القناة باش تبقاو توصلوا بكاع جديد ديال قناتكم باصل نيوز على الفيسبوك وكذلك اليوتيوب. نهاركم مبروك وسلام عليكم متابعينا الكرام.